السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة الشيف سامي كويزين. اليوم إن شاء الله راح ندير تركيش تاع التراكا، يديروهم في الترك هذوما. راح نديرهم شو الباربيكيو، شو الجريل، واش نسحقو. عندي هنايا الحار مرحي، هذه سيتون ريسيت ترك، تقدروا ديروا الحار كيما تحبوا على حسب الذوق. عندي التوم مرحي، تقدروا ديروا مام توم فريش، انا برك تفنيين برك. انا شويه فلفل كحل. عندنا هنايا السمك، السمك هذايا فلفل حلو يابس ومرحي، تلقاوه عند اللي يبيعوا، عند اللي يبيعوا التراكا. نديروا تقدر تقول واحد مغرف كبيره. وعندي كمون، كمون ثاني مغرف صغيره تاع كمون. والملح على حسب الذوق. نخلطو، انا استعمل يدي، وراني نسيت باش نقول لكم ثاني تاع الزيت. نديرو واحد ثلاث مغارف هكذاك زيت. هاي ليك رانا خلطناهم، واش نديرو دركا؟ دركا نحطوهم في، نغطوهم، نديرهم في فريجيدر مدة ساعة زوج سوايع ماكسيموم. هاو ليك دركا نديروهم في بليس في هذا الماء. هاليك بعد زوج سوايع دوكا نديرهم في هذا الماء سكيوت. اللي ما عندوش هذا الماء يقدر يدير ديريكت في السنيوة. طبعا هكذا كيما راكم تشوفوا. هاليك نديرهم في السنيوة دركا، نديرو هاد لامارينات اللي بقات. هاوريك نديروهم دوكا في الكوشة، نديرو الكوشة سخونة بزاف، نديروها في 250، ما دير الماكسيموم باش نوعسوهم، نقلبوهم هكدا يشدو غير واحد 20 دقيقة يطيبو. هاهم ليك الجناحتين تاعنا نطابو، هاوريك كيفاش نقدم الطبسي ديالي. واش نقولكم، إذا عجبتكم الفيديو هذه ما تنساوش تشتركوا، عبسوا على الجرس باش يلحقوكم دي فيديو جدد، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد أخرى. السلام عليكم.